مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من هنا بيروت. استقبل في الاستوديو رئيس جمعيه المستهلك دكتور زهير برلو للتعليق على القرار الذي لم يتخذ بعد من قبل وزاره الاقتصاد، بس امبارح كان في مؤتمر صحفي لوزير الاقتصاد ورئيس لجنه الاقتصاد والتجاره في المجلس النيابي فريد بستاني. راح نفوت بتفاصيل هذا القرار معك دكتور، وايضا في الجزء الثاني سيكون هناك مقابله مع الخبير المالي والاقتصادي وليد بوسليمان. وسابدا معك دكتور، امبارح ما اخذ قرار، امبارح تم التمهيد لقرار سيؤخذ بعد اسبوع. في إصرار بالمؤتمر الصحفي سواء من وزير الاقتصاد أمين سلام ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية فريد بستاني بأن هذا القرار لن يكون، أو بمعنى مش دولرة للأسعار، بل هو مؤشر سيحدد القيمة بالدولار ولكن الدفع باللبناني. أولا، هل هذا القرار ممكن يكون أو اعتباره غير قانوني؟ يعني أولا، الدولرة هو قرار اقتصادي لا يتخذ هيك على الهوامش عبر وزير سياحة أو وزير اقتصاد. هذا يتم بقرار من قبل الحكومة والمجلس النيابي لما يكتسب من أهمية، لأنه هذا عمليا هو اعتراف بأنه العملة الوطنية صارت خارج التداول، حتى لو كان الدفع رح يصير فيها، لكن اليوم اعتماده هو اعتراف انه الدولة غير قادرة اليوم انها تساهم بدعم ليرتها، ولا بالاقتصاد ولا بالمصارف ولا بالعلاقات الخارجية. عند ذلك بنكون فتنا مرحلة جديدة. لا يمكن تمرير هذا القرار بهالبساطة هيدي وهي الطريقة والاحتكام للرأي العام ومنشان نرضي شوي المطاعم وغيرهم مع وزير السياحة. هذا يتم مثل ما قلت ضمن خطة متكاملة اقتصادية متكاملة. هذا لم يجري حتى الساعة، من 3 سنين ونص أقل شوية من الانهيار لم نشاهد قرار واحد باتجاه الخروج من الأزمة يعول عليه ويعتمد كبداية فتح طريق اقتصادي جديد. لازلنا على الاقتصاد اللي وصل للانهيار بكافة معالمه. لذلك اليوم العلاج الجزئي بهيدي الطريقة النقورة هيدي اللي بتصير على طريقة رياض سلامة وأصداره لقرار ورا قرار ورا قرار، وكلها عم تغرق البلد أكتر، وكلها عم تتجه صوب انهيار أكتر للليرة اللبنانية. طب لما ما يكون في سياسة نقدية عامة شاملة محددة الوجهة واقتصادية، بصير واقتصادية قبل دكتور النقدية. قبل النقدية، بس ما بيصير في على عاتق كل وزير أو كل مسؤول ضمن إطار مسؤولياته بأن يتخذ القرارات الاستثنائية لي، يعني أملا بأنه يكون هذا الإجراء أو هذا القرار خطوة صحيحة. بدي فوت معك بتفاصيل، يعني رح يجي ورح يشرح ليش كل هيدي وهم بوهم، وهي على طريقة سميت قرارات رياض سلامة وتركيب طرابيش من هون ومن هون لن تؤدي إلى أي نتيجة، ورح أقول ليش. أولا لبلش بالقضايا التقنية. القضايا التقنية كيف بده يتحدد أي سعر، مين بده يحدد سعر الدولار، إذا بده يسمي هذا سلعته بده يبيعها الغذائية، إذا بده يبيعها هيدي بالدولار، أوكي دولار مين؟ أول شيء أي دولار؟ المنصة السعر الصرف الموازي لا الموازي يعني السوق السوداء تماماً. حتى هيدي مين بيقررها؟ ما في عندك كذا أبليكيشن كل وحدة بتعطي سعر شكل، فأي وحدة منهم رح تقررها. تاني شيء اليوم هذا استسلام إلها، معناته أنه هي هلأ الحكم بهذا. هيدي أول شغلة. تاني شيء ما فيك تحط انت سعر كيلو الرز هون مثل كيلو الرز بدكاني باخر معمر الله، اللي عم يدفع بالمدينه اجارات غير اللي قاعد بالضيعه، ما فيك تحدد سعر واحد له، وهذا يستحيل. واساسا نحن بنظام اقتصادي حر مفترض حيث تحدد الاسعار وفق وضع والمنافسه الى اخره، بس مش في هوامش للربح على اساسها. لا بصير لا هيدي اختراع لبناني ما له اي قواعد اقتصاديه على الاطلاق. وهون بدي يعني عدا عن هيك
بدي اكمل بالقضايا التقنيه، انه على اساس انه يجوا يحسبوه انه انت قايل انه هذا بيعه ب 3 دولار مشتريه ب 3 دولار، تعال نشوف قديش الاشبه عم تبيعه على دولار اغلى والى اخره وكذا. مين بده يراقبه؟ عندك اكثر من 40,000 نقطه بيع، مين الموظفين بدها تروح تحسب وتراقب؟ هاليوم اليوم باحلى احيائها مديريه حمايه المستهلك ما فيها تلاحق شيء. اليوم بدها تلاحق، مش عم تشتغل بخمسة لعشرة بالمئة من طاقتها، مش عم بيروحوا على الشغل لأنه ما عندهم نقليات ولا فين يروحوا على المناطق هيدي من شان النقليات. وخلينا نروح نشوف أنه معظم التزوير والتلاعب اليوم بالسلع الغذائية هي بالمناطق البعيدة عن العاصمة. ليه؟ لأنه هونيك ما حدا بيطالهم. فنحن أمام انفلاش كامل وانفلات كامل. إضافة لهالنقط التقنية وبعد في غيرها يعني اللي هي هنفوت فيهم تفصيلا، بس بدي أسألك عن مسألة ذكرتها، تفضل. السبب الرئيسي اليوم أمام هذا الوضع أنه هل هي هيدي إذا دولارنا بتنحل المشكلة ولا لا؟ في عنا مشاكل كبيرة. تاني شيء الأسعار شو اللي بيحددها بالمفهوم الاقتصادي؟ هي الدولار أو عدمها؟ ولا هي قرار رقم كذا وقرار رقم كذا؟ لا يا عيني، أول شرط رئيسي هي أنه يتحول لاقتصاد إنتاجي زراعي صناعي تكنولوجيا حديثة. هيدي في حال ضخيت فيها مليار دولار الصناعة معروف بعد 6 شهور بتعطيك 6 مليارات. الدولة عليها كانت تستثمر فيها، لروح وين راح تستثمر؟ عند التجار. أكثر من 25 مليار دولار اندفعوا طاروا اختفوا. كان عندنا 43 مليار دولار ليلة الأزمة والانهيار بتشرين الأول 2019، اليوم ما بنعرف قديه، في 8 9 10 ما بنعرف. طارت كل الأموال لأنه اختاروا دعم التجار. فاليوم نحن المشكلة مش بها، المشكلة بالاستثمار بأي قطاع، الذهاب نحو القطاعات الإنتاجية وسميتها شو هي وتستثمر الدولة فيها، مش نحط على البناكين. واضح مفهوم دكتور، واصلا هذا ياتي ضمن سياسه نقديه واقتصاديه شامله. بس لو فينا نضلنا بحيثيات القرار، بينذكر بالمؤتمر الصحفي بانه هذا رح يتيح للمواطنين او للمستهلكين او اللي بده يروح يتبضع ويشتري حاجياته، انه هو بناء على القرار الذي سيتخذ هو تحول الى مراقب منه فيه، على قاعده بانه بيقدر يشوف السعر اللي مسعر على السلعه بالدولار. هلا طبعا على اي منصه بده يلتزم، بس ممكن يقول له لصاحب المحل انه بس هيك اساسا سعره اللي بده يحط لك اياه، هذا بيحطه على 3 دولار وهداك بحط 3.5 حسما، اي هو منهم السعر؟ جارو بيردوا بيقولوا بانه هذا بيطيح المنافسه بين التجار وبين يعني نقاط البيع، انه اللي بيسعرها بسعر اغلى تلقائيا بيدفع المواطن او المستهلك انه يروح عند السعر دولار. كلهم راح يحطوا نفس سعر الدولار للرز مثلا، اعطيت مثلا الرز وكل السلع عم بيقول المؤشر الغذائي كله، هو ما حدد شو هي السلع، مش هيك؟ طيب كل هذه بدها تدخل ضمنها. اول شيء يستحيل الرقابة على هذا الموضوع، خلينا نعترف اليوم الدولة معطلة، القضاء معطل، لا يمكن على الإطلاق المتابعة من قبل مؤسسات الدولة، ميتة مؤسسات الدولة هذا. وبالتالي القرار اليوم رح يبني للتجار مكسب جديد، إنه الدولار مننقله من قطاع لقطاع وبعدين متوسع لحتى يصير شامل. وبالتالي مين ماسك الدولار؟ التجار الكبار والمتوسطين والصغار قادرين هن يحددوا حسب مصالحهم، والمستهلك هو ساعتها ضحيه. تحت حجه شو ثبتنا لك السعر؟ وين ثبتت لي اياه؟ باي دولار منهم؟ هو الدولار مش بس بالصرف، بالتحديد الاساسي. بدك فواتير، التاجر بيجيب لك 100 فاتوره، وانت بتعرف بيعطيهم التاجر الوسيط او التاجر الاساسي فواتير قد ما بدك، بفبرك لك فواتير وبتبين لموظف اذا اجى لموظف يوما ما، وبيطلع هيك وبيقول لك ايه خلص كله شرعي مشي. فهيدي القصة كذبة كبيرة. لذلك اليوم اعتمادها كمدخل رح تأسس لانتشار الدولار على كل القطاعات وادخال البلد بالمحظور. يعني اليوم منصير نعيش كل يوم بيومه بدون اي حلول اقتصادية ولا اي حلول مالية، ومننطر ومنكون سلمنا رقبتنا نهائيا للتجار والمصارف بالبلد. وهذا برأينا النوايا الحقيقية للسلطة الطوائف الحاكمة اليوم ولا لا؟
كانوا يثبتوا لنا بقرار واحد من 3.5 سنين عكس اللي عم نقوله. اليوم عم ينقلونا من انهيار لانهيار. وين كان الدولار وين صار؟ كنا ب 1500. بس فلسفة هذا القرار، واسمح لي استخدم يعني بين مزدوجين كلمة فلسفة هذا القرار، انه بمعنى ما بيعود بيسمح لي نقاط البيع او للتجار سميهم اللي بدك اياه، بانه يعني يحط هوامش احترازيه لارتفاع سعر صرف الدولار ويقرر من عنده. بحطها بالدولار، مين بتمنعه؟ انت بتمنعه؟ مين بده يمنعه؟ جاوبني انت هالسؤال. لا انا عم بسالك اياه. انا عم اقول لك ما حدا بيمنعه. بحدد السعر وفق هو مصالحه. السعر الاساسي بالدولار بحطه الهامش اللي بده اياه. بدك القانون بيقول بدك تشتري اشتري، ما بدك تشتري فل. بدون ما ننسى هون مسألة خطيرة، انه النقل اليوم يصبح مكلف جدا، بالتالي مضطر الواحد بنطاقه حيو يشتري، وبالتالي يتم فرض الاسعار عليه فرض. وبتتفاجأ، عملنا هلا دراسة وصور بهيدي النقطة بناء على القانون الصادر عام 72 اللي بيحدد الهوامش الربح. لا هذا ما له اي قاعدة اقتصادية على الاطلاق ولا قانونية. ايه؟ وبالتالي ولا محضر ضبط هذا بيوصل لنتيجة فيه، والقضاة ولا نهار طبقوا. هذا بس نوع من لعبات بهلوانية مثل ما قلت، تركيب طرق. لا بس حتى ما بيحسب من ضمن يعني بيحسب من ما بيحسب من ضمن هامش الربح. بس خليني كافي دكتور، ما بيحسب من ضمن هامش الربح كلفة النقل اللي ممكن يتدرع فيها التاجر أو البائع، بأنه أنا عم تكلفني هالقد، فبالتالي أنا نحن بنظام اقتصادي حر، بالتالي كل يحدد أسعاره وعلى المستهلكين قبول. نظريا عم نحكي نحن، مش لا لا ايه نظريا نحن بنظام احتكاري بالكامل، لكن قانونا هيك بيقول الدستور، نحن اقتصاد حر. ابتداء من هون الاسعار لا يمكن ان تحددها الدولة، ولو تصير بدولة اشتراكية على شيوعية مش موجودة بالاساس بقى على وجه الكرة الارضية. بالتالي اليوم ادعاء هذا، قلت هيدي العاب بهلوانية بتلجأ الى السلطة لحتى تهرب من مسؤولياتها حيال الاقتصاد الانتاجي اللي حكينا عنه بالدرجة الاولى. فنحن امام اليوم هذا مشروع لخدمة التجار. وهون بدي اجي لنقطة جدا خطيرة كمان رح يسمح فيها هذا القرار في حال تم اعتماده. الا وهو اليوم هو عم بيقول مؤشر الغذائي، مؤشر غذائي يدخله الغذاء الرئيسي، وعلى رأسه اليوم الخضار والفاكهة اللي هي أساس غذاء اللبنانيين، وهي إنتاج محلي، وهي الوحيدة لازالت بمتناول الفقراء. اليوم أنت فيك تشتري قطع وغراض وإلى آخره بالخضرة والفواكه بالحد الأدنى المعقول. يعني نحن رأبنا تطور أسعارها بعد معقول كتير وبمتناول الفقراء. إذا اليوم أنت جيت دولارتها هيدي، رح تنط عصابات التجار تمسك هيدي القصة وتحددها بالدولار. شو بيعود يشيل الناس؟ بس شو بيعود؟ بس بالموضوع يعني الغذاء، المواد الزراعية طبعا هي أساسية، مش بس هيك بالغذاء الصحي هي أساسية، هيدي أهم من اللحمة. الخضار والفاكهة اليوم إذا تم تحديد أسعارها وفق الدولار وتسعيرها بالدولار، علقنا بقصة طويلة عريضة. إذا دولرناها الناس ما بيعود في طالة، قسم كبير من اللبنانيين ما بيعرف يشتروها، بتصير مثل اللحمة مثل الدجاج مثل 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 اللي صارت عملة نادرة بالبلد. لذلك اليوم هو عم يفتح الباب، باب شياطين أمام الناس، وده يغرقها شوي شوي. بده مثل ما قلت هذا الدولار بتنتشر بسرعة مثل النار بالهشيم، وعم تجي ليس ضمن خطة سياسية متكاملة على الإطلاق، سياسية اقتصادية تطلع البلد من مصايبه. طيب يعني المفارقة انه اليوم البلد كان مبني على شو؟ معلش، كان مبني على المصارف وعلى التجارة، مش هيك؟ الباقي كله يعتبر تفاصيل ليس ذات معنى على الاطلاق، وهذا اعتمد بالتسعينيات من الحكومة الاولى للحريري 1992. ابتداء من هون فتنا بمرحلة اعتمدت على هذا. كان السنيورة يقول هو وزير مالية، إذا ذاكرت البعض بعد واعية، بيقول للي بده يشتغل صناعة وتجارة يشوف، عفوا صناعة وزراعة، خلي يشوف بلكي بالأردن عم يشتغلوا، بمعنى أنه ما إلى مكان هون. نحن هون مركز رح نكون مالي واقتصادي و ايه.
وعقارات وسياحة، مش هيك اعتمدوا. طيب اليوم لوين وصلتنا هيدي؟ هاي السياسات لوين وصلت البلد؟ طيب يدعي هذا القرار، خلينا نرجع للآراء الأبصار بهم المشاهدين مباشرة، لأنه ممكن يعتبروا للوهلة الأولى من هذا القرار أنه هذا الشيء ممكن رح يعني يضبط الأسعار اللي عم بيعانوا مباشرة. يعني البعض هيك بيعتبروا، حتى يعني القيمين على هذا القرار من اللجنة النيابية وأيضا وزير الاقتصاد، من إن هني رح يبرموا بالسرور. خليني كف السؤال فضل. دكتور، أنه قبل كان التاجر بيقدر يعتبر انه انا بحمي نفسي بعتمد سعر صرف معين، فبالتالي هني بيدعوا بانه هيدا رح يسحب الذريعه امام التجار والمستوردين او بعض المستوردين بانه يتلاعبوا بسعر صرف الدولار، وبالتالي الالتزام باسعار معينه. يعني هني بيدعوا هيدا الشيء، كيف بيقدروا يربحوا على الميلتين بالطريقه القديمه وبالطريقه الجديده اللي رح يبنى عليها هذا القرار؟ يعني أنا عم بتقلي لأنه إنه مين بيحاسبه إذا حدد السلعة تبعيته؟ لا لا، بالسعر. يعني اليوم ببطل يعتمد على سعر الصرف ما دامك لقطته أنت فيها، على الأقل ظاهريا، لأنه ما عندك مين ينفذ هيك قرار. كأنه الأداة ما مهمة بالنسبة لنا، يعني منطلع قرار على الورق نحن خلص بيمشي بيصير، لأنه بلد نحن رائع وكله ومنظم ومظبوط وإلى آخره. هذا كذب، هذا وهم للناس. إذا خاف التاجر الصغير، لأنه التاجر الصغير الأرجح يخاف، ساعتها بيلجأ لشو؟ للدولار، بينفخ الفاتورة الرئيسية وحسمها، وتعال بعدين حسبني. بدل ما يروح للصرف سعر الصرف، أوكي بيحترم لك سعر الصرف على السعر اللي بدك إياه، شو بيعمل؟ السعر الأساسي بالدولار بيحدده حسب حاجاته حسب مزاجه. على فكرة إدارة هذه الموضوع العملية نحن متابعينه عن كسب، تصلنا معلومات من التجار الصغار. شو بيجي التاجر الوسيط أو الكبير بيقول له حط هامش لك كذا وكذا وكذا، لأنه بالأسبوع الجاي هذا من هلأ لأرجع لعندك نهار كذا بدي بيعك بهذا السعر، فبده يكون السعر هيك. يعني مبرمجي كله على فكرة، يعني ما حدا يتفكر. فبالتالي إيه من صدفة. أنا سألتك هذا السؤال أصلاً لأوصل للسؤال اللي بعده، اللي هو مرتبط يعني فيما يتعلق بمواد الغذائية. ما في هناك حصرية على أي من الماركات أو أي من السلع اللي ممكن استيرادها، بس في بالقانون ما في حصرية، بس هناك احتكار، كلها محتكرة. فبالتالي السؤال اللي كنت يعني مهدت له بالسؤال الأول مرتبط بأنه في حدا رح يحدد سعر السلعة من فوق، وبالتالي يعني ردا على المستوردة بالذات المستوردة، فبالتالي حتى إمكانية المنافسة بين المحال بحسب ادعاء المؤتمر الصحفي هو غير وارد. إذا في حدا هنا، إذا في مين قوة أكبر ستحدد قيمة السلعة ولو بالدولار، كيف حتنحط على تدخل الدولي بصير وهمة، وبصير عم يوهم الناس أنه عم يدافع عنهم، لأنه صار عندهم هن مرجعية بالسعر اللي هي الدولار، انه بحط لكم مرجعيه انا بتروح تحرجوا انت على سعر الصرف، وهون بيعلقوا ببعضهم. يعني احتمالات العلقه بين هودي وهودي وهودي بقلب المحل وارد كتير. منصه كذا بتقول هيك، منصه هذا هروب من القرار الكبير، الخطه للخروج من الازمه. كل هيدي التلاعبات، تركيب الطرابيش هيدي، كل اللي بتعمله بتعمق الازمه. فينا بكل بساطة ننتظر نحن في حال اتخاذ القرار شو بدكم نتيجه. بدكم ترخصوا الأسعار مش هاي الطريق، ولا الطريق على الإطلاق طريق رياض سلامة. وهيدي من المنارات اللي بتضيع الطاسة، وبعدش الواحد يعرف وين بده يتطلع. هذا كله ضباب، هدفه الرئيسي استمرار الأزمة بالدرجة الأولى للاستيلاء على ما تبقى من ودائع ودولارات. الدرجة الثانية والأخطر هي الاستيلاء على أجور الناس، لأنه اليوم عم يدفعوا 2% من الأجور لو دبلوا وتربلوا، وعشر أضعاف بعده نهامش الربح لأصحاب الأعمال هائل، لأنه عم يقبض بالدولار عم يدفع لك بالليرة. ابتداء من هون عملية نهب الأجور مسألة خطيرة جدا، بدون خطة متكاملة هذه لا تحل شيء. كيف بتحلها؟ كيف بتخفض الأسعار؟ قلنا بالاقتصاد الإنتاجي بلش تنتج، لأنه هيدي بتصل فيك تبيعها برا بتجيب دولارات. اثنين باستعادة، هون إشارة يعني على الرغم من أنه عادة بالأزمات الاقتصادية وبالانهيارات بتزيد الصادرات بأي بلد تنهار عملته فيه، نحن زادت صادراتنا حوالي
$500 مليون. أقل كمان. كنا نصدر ب3.5 هلا صرنا نصدر ب 4 4 مليار. كلفة هي 2 مليار و800 مليون كانت، بتزيد شوي بتنقص شوي، هلا طلعت 3 وشوية. والسبب الرئيسي وراها وجود معلوماتك، يعني هو وجود الهجرة السورية للبنان، هي اللي عم تلعب هذا الدور. لبنان عنده مقومات صناعية هائلة وخبرات مهمة خاصة بالصناعات الغذائية. وعلى فكرة بدنا نحكي عن أمن غذائي، اليوم العالم كله عايش مرحلة صعبة. إذا عملنا صناعات غذائية نحن وصناعات غير غذائية بس محلية، هون منحقق جزء من الأمن الغذائي. بدونها ما في أمن غذائي، بدنا زراعة أيضا. وهذا بيستلزم مش بس نقول زراعة على البلكون، هذا وهم مضحك. يجب أن تستثمر الدولة، الدولة مثل ما استثمرت كل دول العالم بالزراعة والصناعة، هي اللي بتحضر ومعروفة كيف تستثمر. ما بيعرفوا يسألوا. كافي محاولة أو تجربة من قبل مصلحة مياه الليطاني بإثبات بأنه نحن أرضنا صالحة لزراعة القمح لصناعة الخبز، وحتى تم التهكم على هذه التجربة على الرغم من إثبات قدرتنا على هذا الشيء. بالتأكيد في نوايا، لك في ناس عندها خبرات، في نوايا طيبة، مثل قصة الطاقة الشمسية. هلأ مع خبر أنت، هلأ لبنان الخامس عالمياً بالطاقة الشمسية بالنسبة لعدد سكانه، 30% من كهربته بتجي من الشمس. هذه ما كانت تكون ممكن تكون إلا لأنه السبعينات والستينات نحن كنا فوق 50% حتى، يعني مصدر طاقتنا من الطاقة المتجددة ومن الشلالات ومن يعني. بالتالي عنا قدرات كبيرة، عنا التقنيات، عنا المتعلمين. وإذا بتقارننا بشمال أوروبا نحن اليوم، المتعلمين عنا عدد هائل ممكن يجوا، بس كله عم بيهجوا ويفل. ليه؟ لأنه نظامنا السياسي هو فاتح لبرا هوفر بكبهم برا. بدي ارجع على يعني على موضوع القرار ولو يعني بإطاره الأوسع. بال 2020 اتخذ قرار شهير من قبل الحكومة بما اصطلح على تسميته سلة الدعم. وقتها كنا بلشنا عم يعني بلش الانهيار، بس بعدنا مثل ما بيقولوا بالسوفت لاندنج قبل ما نوصل هون. بس خلينا نحن، هذا كان اقتراحنا. نعم وقفوا. لا لا، اقتراح انه تدعم العائلات الفقيرة. أنا لا عم بحكي عن سلة الدعم. دعم التجار. تمام. دعم التجار. تبين فيما بعد بأنه في حوالي $17 مليار صرفوا على هيدي سلة عشان الوظيفة. لا الكلمة غلط يعني، بس عم أقول. أنا عم أقول لك هني شو قالوا. إيه؟ دكتور ماني بيستخدموا تعابير. اكتشفنا بعدين أنه هال17 مليار من استفاد منه، حتى يعني كشف عدد كبير من يعني عمليات التزوير اللي صارت مع الزميل رياض قبيس بيسقط حكم الفاسد. سؤالي هو أنه من بعد ما خلصت هيدي الأموال اللي هي انتقال للثروة من صحيح. من الاحتياطي إلى بعض المستوردين أو بعض التجار، بالتالي وصلنا لمرحلة اليوم أنه ما عاد في قدرة على الاستفادة من الاستفادة التجار والمستوردين من ما تبقى من هلا بيستفيد بهيدا القرار. فتح لهم طريق، مش قلنا هاي بيصير حق مكتسب للتجار، موضوع الدولة رأى بكل شيء. بيقول لك خيمة الدولة طلعت قرار، وبتعرف أنت إذا ارتفع شغلي 5% الدولة رفعتها بسلعة معينة، أو 1% أو 2% على الضريبة المضافة، الأسعار تنضاف 10% و15%. أنت بلد قبل الانهيار كان 30% أغلى من المنطقة كلها، أغلى من إسرائيل ومن تركيا ومن إيران ومن الدول العربية مجتمعة. ما بدنا ننسى تفصيل أنه إحنا عم نشهد حالة تضخم عالمية بكل ما يتعلق إجا عم تنضاف إلى هيدي. بالتالي نحن اليوم، طيب معلش، صار اجتماع واحد لمناقشة الأزمة الاقتصادية من 3.5 سنين ولا لا؟ كلهم ملتهيين برئاسة الجمهورية، برئاسة الحكومة، بالمجلس النيابي، انتخابات. يا لطيف شو ديمقراطية الشباب، يا لطيف شو ديمقراطية. هذا كله زر للرماد بالعيون، هذا كله ينفخوا ضباب لحتى يضيعوا الناس. مثل هلأ قصة القرارات تبع رياض سلامة، شو هدفها؟ واحد، تضييع الطاسة. هلأ اجت الشركات لتحقق، لقيت انه ولا رقم قادرة تمسكه، ما معروف كيف ببلش وكيف منتهي. اليوم قصة الصيرفي، منصة الصيرفي، في كذبة وجريمة اكتر من هاي؟
انه انت بتيجي بتقول له واحد اعطيني عم ترشي اعطيني المليونين ليره تبعك بعطيك فيهم دولار بترجع بتبيعهم بيصيروا المليونين بيصيروا مليونين و800 الف. طيب باي هذا هيدي ما اسمه تركيبه رويه؟ شو اسمه هذا بالاقتصاد؟ هذا اسمه وهم، خلق وهم. بس هدفه الرئيسي مش دعم هول المعترين، هدفه الرئيسي وتختفي الاموال هيدي كلها العمله الصعبه بالدولار بالدرجه الاولى بيقولوا يه ما كانوا على المنصه عم يعطيهم للناس. يعني بالخلاصه دكتور، القرار اللي بشر باخذه بالمؤتمر الصحفي امبارح والذي لم يتخذ بعد، فيك تقول من هلا للمستهلكين والمواطنين انه ما تتوقعوا اي، بالعكس تتوقع نتائج سلبيه بارتفاع الاسعار اكثر. طب اي مواطن بيدخل على سوبر ماركت كيف شو كيف ممكن يحصل حقه هو؟ اي حق، تفتح معركه بتبلش تسبسب بتسبسب اول كم يوم بعدين بتخضع. وقت الناس بتيأس ما تفكر بتصير تقاتل لمصالحها، بالعكس كل ما فقرته أكثر كل ما صار تابع أكثر وبيركض ليسرق غيره. وضع اللبناني اليوم لا يحسدوا عليه، عايشين حالة من الازدواجية، من اليأس، من نحن بعلاقاتنا اليومية مع الناس بالطرقات بيوقفونا وبيحكوا وبينقلوا لنا، إضافة للخط الساخن وبيجي عليه. يعني بالتالي بالتأكيد هيدي اسمه غياب السياسات وبالونات بالهواء ترفع السلطة الطوائف لحتى تخفي حقيقة الوضع ولحتقول في حركة يا شباب، لك عم نتحرك عم نطرح حلول. مين اخترع حل قبل هلا بأي دولة بالعالم من هالنمط؟ قصة الدولرة بعض الدول لجأت له منها، يمكن الأرجنتين، بس طرحت ضمن سياسي متكاملة ولفترة زمنية معينة. فترة زمنية معينة، نحن شنو يبلشوا فيها؟ مشان خلص الاستثنائي بيصير قاعدة، مثل كل شيء، الطائفية بلشت استثنائي. على كل حال يعني النتائج حولت لقاعدة. ربطاً بالشيء اللي عم بتقولوا، النتائج اللي وعدنا فيها بقرارات سابقة صار مارق 3 سنين ونص تقريباً، ومن لحمنا الحي اللي عم نعاني فيها يومياً. أنا بدي أشكرك رئيس جمعية المستهلك دكتور زهير برو على هذه المعلومات، وإن شاء الله شكرا. ولا هو متوقع يعني النتيجة مثل ما عم بتقول، بس إن شاء الله ما يكون نتيجة هذا القرار الذي سيتخذ بهذه الصعوبة وبهذه القسوة اللي عم توصفها. بدي أشكرك على هذه المعلومات وعلى هذا الحضور. وبعد الفاصل أستقبل الخبير المالي والاقتصادي وليد بوسليمان بعد هذا الفاصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذا في الجزء الثاني من هذه الحلقة من هنا بيروت، وفي هذا الجزء أستقبل أو أستضيف الخبير المالي والاقتصادي وليد بوسليمان عبر تقنية زوم. ما أعرف إذا أستاذ وليد صار معنا وعلى الطريق كمان. يعطيك العافية. الله يعافيك. لقطناك بالسيارة، بس إنه رح نستفيد من الوقت اللي عنا إياه. لسؤالك أولا، هناك من يعتقد أو من يظن أو هناك حتى مطالبة بشن حملة واسعة على الصرافين غير الشرعيين على اعتبار بأنه هن السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ أو المستمر لسعر صرف الدولار. أول شيء، هل يعني هذا الشيء مش سيناريو كأنه شفناه سابقا وما عطى نتيجة؟ صح استاذ ادم، كنت بدي اقول لك انه هذا السيناريو نحن شاهدناه سابقا وما انتج، اذا بدك ما وصل لاي نتيجه فعليه. عمليا انت ما فيك تحارب عدو غير ظاهر، اللي هو خلينا نقول السوق، العرض والطلب. انت اللي بتقدر تعمله اذا بدك تقضي او تخفف من التقلبات والمضاربات بسوق القطع والصيرفة، اكيد بده يكون عندك سوق منظم، وليكون عندك سوق منظم بده يكون عندك منصة مركزية بتتداول عبرها متاحة لكل الجمهور وللتجار، تقدر انت تظهر الشفافية ويصير في تداول عبرها، ان كان عبر الشراء او المبيع. هلا منصة صيرفة هي منصة فقط ل شراء الدولار باتجاه واحد، وهذا منه سوق. شو بتقصد استاذ لما تقول منصة مركزية؟
يعني خلينا نقول كيف اذا بدنا نبسط الامور، كيف وقت بيكون في بورصه بتشتري وبتبيع سهم بيكون في شيء منظم، يعني انت يكون عندك سوق عبره او منصه يصير في تداول عبره، بهالطريقه ما بيعود في عندك اي مواطن او اي شخص بيلتجي لصرافين غير شرعيين، وبهالطريقه انت بتكون قضيت على ما يسمى التلاعب او المضاربات. بس هيدا الشيء مش انه هو رح يغير مسار الدولار والمسار رح يصير يتغير ويصير بديل تصاعدي ينخفض سعر صرف الدولار. اكيد انت بتعرف انه في عوامل عديده عم بتؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار، منها عرض وطلب تقنيه ومنها سياسيه واقتصاديه وماليه. عمليا انت فقط عم بتجرب تحمي المواطن من هالتقلبات، لانه هالتقلبات عم يدفع ثمنها هو المواطن والمودع المواطن، لانه كل ما عم بيصير في تقلبات عم تتغير اسعار السلع، خلينا نقول عم ترتفع اسعار السلع، وقت عم يرجع بينزل سعر السوق هالهبوط الحاد، خلينا نقول 1000 ليره اما الصعود 1000 2000 ليره، ما عم تتغير بدي اسال اسعار. اذا هذا عم نعم يعني رح ارجع للمنصة المركزية وبدي اسألك عنها، ويعني مدى تشابه هيدا الاجراء مع الشيء اللي صار له سنتين وثلاث سنين صندوق النقد بيطالب فيه وهو توحيد سعر الصرف. هناك قرار اتخذ امبارح يعني لم يصبح رسمي للاسبوع الجاي ليصير رسمي، ب يعني اعتماد مؤشر لدولارة الاسعار، اسعار المواد الغذائية. بدي استغل وجودك معنا لاسألك، هل هيدا اجراء ممكن يكون في له أي نتيجة إيجابية على القدرة الاستهلاكية لللبنانيين، ولا هذا إجراء رقمي لا رح يقدم ولا رح يأخر؟ خليني أقول لك، عمليا هو من الأفضل اليوم نحن باقتصاد بنسبة مرتفعة جدا مدولر، من الأفضل تصبح الأسعار مدولرة، لأنه نحن ظهر مؤخرا وقت صار في ارتفاع حاد للدولار الأسبوع الماضي، شفنا أنه محطات البنزين أقفلت وكانت عم تحتاج على تكبد خسائر. بس هون كمان إذا صار المؤشر أما صارت الأسعار مدولرة كمان بده يصير في ضبط لخلينا نقول كيف رح يحتسبوا التجار سعر الصرف، إذا رح يكون أقل بكثير، أما يعني مين بده يضبط هذا الشيء كمان هون مهم جدا. بس بالطبع واكيد افضل انه نحن نبتدي بالتسعير بالدولار. هلا البطيخ مش غير انه نحن عمليا لازم نسعر بالليره اللبنانيه، بس سبق وصار في طلب من عده مؤسسات ووزارات انه يصير التسعير بالدولار. ومؤخرا وزارة السياحة كانت عم تتيح للمطاعم انه والمؤسسات السياحية انها تسعر بالدولار. اذا عمليا انا برأيي من الافضل بظل هال التقلبات الحادة بسعر الصرف انه يصير التسعير بالدولار. طيب لأرجع لموضوع المنصة المركزية اللي بتعتبرها هي الحل الأساسي ولو مش الوحيد، خلافا يعني لشن حملة قضائية واعتقال الصراف الغير شرعيين، وهو يعني ضرورة ايضا. بس صندوق النقد بأكثر من تقرير له بيسلط الضوء او بيركز على مسألة الأسعار الصرف المتعددة اللي موجودة. لما تقول حضرتك يجب أن يكون هناك منصة مركزية يعني كرمال تقطر أو حتى يعني تسهل موضوع التداول بالدولار، بالتالي بيصير السؤال هو أنه يعني وجود أسعار صرف متعددة هو شيء مقصود طالما لقد الحل التقني سهل؟ لا، ما هو أنا ما عم بقول أنه هيدا الحل إذا بدك للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، هذا حل لتظهير خلينا نقول تظهير السعر الفعلي، سعر الصرف الفعلي وقت بيكون عندك هالمنصة المركزية. عمليا تعددية أسعار الصرف هو تكريس تشويه الاقتصاد، وهو تكريس للفوضى
النقدية والفوضى الاقتصادية. اليوم نحن ليش عم بيصير في إذا بدك نوع من مقاومة لتوحيد سعر الصرف؟ بعدنا سعر صرف 1005 هو فقط لحماية المؤسسات ومنها المصارف والمصرف المركزي، لأن أنت بتعرف أنه رساميل مقومة على سعر 1005، وبعدنا كمان ما عم نوحد سعر الصرف لأنه نحن خشية من أنه نصير بدنا ندفع للمودعين على سعر الصرف، سعر الصرف هو الآن اليومي. اليوم بعدنا عم نرفعه من 3900 ل 8000 ل 15000، بس بعده الاقتطاع عم بيكون عم بفوق 70%. اذا ما بعرف اذا عم تسمعني بعدك استاذ وليد او لا، حمايه المنظومة. نعم، بس لأنه قطش الخط شوي. من المتوقع يعني بدءا من الشهر المقبل، نعم، وفي عالم كتير يعني عم بتأجل سحب وديعة أو يعني مستحقاتها بالدولار من المصارف أملا، أو يعني ناطرين يسحبون على 15000 بعد ما بيسحبون هلأ على 8000. لما يصير هيدا الإجراء أمر واقع، يعني لما يصير الدولار المصرفي ب 15000 إلى حين يعني تعديل السعر الصرف الرسمي اللي بعده الحديث على 1005، هل هذا ممكن أن يؤثر على السعر الصرف بالسوق الموازي، ولا يعني العالم يعني مش لازم تتوقع هيدا النتيجة؟ خلينا نقول نحن معنويا، أما إذا بدنا نطلع على المراحل السابقة، كل ما كان عم بيرفع سعر صرف إذا بدك الودايع، سحب الودايع، كنا نحن عم نشهد تدريجيا على ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي. يعني مثل ما كنت عم بقول أنا، وقت رفعوا من 3900 ل 8000 بقي الاقتطاع بيتخطى 70 ل 75%. واليوم أنا أظن للأسف أنه في ظل عدم القيام بالإجراءات المرجوة، من الطبيعي أنه يرتفع سعر الصرف بالسوق الموازية، والاقتطاع يضل عم يتراوح بين 70% وما فوق. إذن ماني شايف أنه رفع سعر صرف السحوبات رح يؤدي إلى تخفيض الخسائر لدى المودعين. طيب استاذ وليد، بدي اسالك باخر يعني بيانات نشرت على الموقع المصرف المركزي، نحن حوالي صرنا الكتله النقديه اللي بالتداول تقدر بحوالي 82 تريليون، بالوقت اللي نحن بال 2019 الكتله النقديه اللي بالتداول اظن كانت 6 تريليون ليره. 6000 عفوا، 6000 مليار، 6 تريليون، نحن هلا ب 82000 مليار. لما قال لك هذا الرقم مقارنه بالرقم اللي قبل، شو بيعني هذا الشيء؟ خليني اقول لك، هلا مؤخرا نزل تقريبا ال 65000 مليار، 65 تريليون، بسبب تدخل المصرف المركزي وسحب السيوله. سحب السيوله، انما سحب السيوله ما تخطى اكثر من اسبوعين. يعني ما قدر مصرف لبنان يكفي عن نمط هيدا بسحب السيوله. اذا وقت المصرف لبنان بيقول انه هو اذا ضخ مليار دولار ممكن يسحب كافة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من السوق، بس هون بنرجع نحن بنقول كيف رح يمول رواتب القطاع العام، كيف رح يعطوا أموال المودعين بظل عدم أعطاء المودعين أموالهم المقومة ودائعهم بالدولار، عم يعطون إياها بالليرة اللبنانية. إذن عمليا اليوم فقد السيطرة المصرف المركزي كليا. تعتبره فقد السيطرة بشكل نهائي على قدرته على لجم ارتفاع سعر صرف الدولار؟ يعني هون برجع بحيلك على اللي صار. عندنا ثلاث محطات أساسية. أول محطة بعيد حكومة تشكيل حكومة الرئيس مئاتي، خفض سعر الصرف ل 15000 المصرف المركزي، بس طبعا كان آني ورجعنا وصلنا ل
ورجع وصل لمستويات مرتفعة. مؤخرا انخفض سعر الصرف لما دون 42 ألف ليرة ورجعنا وصلنا لحوالي 60 ألف ليرة. إذا كل هيدا بعده هو مسيطر، يعني ما بعرف شو معناته مسيطر المصرف المركزي، وبيظل تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وأكيد ما في ازدياد للاحتياطي بالعملات الأجنبية. يعني وقت نحن بنكون عم نطبع ليرة لنشتري مقابلها دولار، هي فقط لتمويل منصة صيرفة ولتمويل القطاع العام. إذا نعم، أنا بقول لك أنه فقد السيطرة المصرف المركزي، وهي فقط إذا بدك إجراءات ترقيعية ليس إلا. طيب، ذكرت مسألة بدي أرجع لها، بينقال عن مصرف لبنان أنه هو قادر على امتصاص سيولة أو العملات اللي طبعها بالفترة الأخيرة بقيمة مليار دولار، يعني 6000 مليار اللي كانوا بالتداول بال 2019 قيمتهم بوقته وقتها كنا على 1005 حوالي 6 مليار دولار، بالوقت اللي 82 ألف مليار عم تقول هلأ 65 ألف مليار صاروا قيمتهم أقل من الكتلة النقدية اللي كانت موجودة وقتها. ليه ما بيقدر يعمل هذا الإجراء ويسحب السيول الفائضة؟ إيه، برجع بقول لك إنه إذا سحب السيول الفائضة عنده إشكالية مصرف لبنان، إنه أنت عندك ودائع، عندك ما لا يقل عن 95 مليار دولار، هيدي في سحوبات، في سحوبات شهرية، وهي السحوبات عم بتكون جزء كبير منها بالليرة اللبنانية، عمليا بده يرجع يفلش كتلة نقدية بالليرة اللبنانية. عم نحكي عن التعميم 158 والرواتب الأجور عن التعميم 161، صح؟ نعم، والرواتب والأجور كمان صار في تضخم لفاتورة الرواتب والأجور بظل التضخم وارتفاع غلاء المعيشة والضعفين اللي عم يعطون للموظفين. إذن كله هيدا بده يضطر يرجع يفلش الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. هذا إجراء بيكون عم بيتكبد خسائر من الاحتياطي بالعملات الأجنبية لديه، اللي هو إذا بده يضخ مليار أو مليار ونص دولار بيكون عم يخسر تقريبا 15% من الاحتياطي بالعملات الأجنبية. إذن هذا الإجراء ما بيؤدي إلى أي نتيجة. طيب، دائما بنحكي على انه العمله اللبنانيه فقدت 97% 98% 96% من قيمتها، وفي يعني السؤال الدايم، ما بعرف اذا بعد الاستاذ وليد ان شاء الله ما يكون عامل حادث او شيء معنا بالنفق. ايه، لا بعد موجود. اوكي، السؤال هو انه هل هناك امكانيه بان تفقد العمله 100% من قيمتها، وبالتالي يعني كل الاموال اللي بايدين اللبنانيين يعني لم يعد ما بيعود في اعتراف فيها، يعني في ممكن توصل ل 100%؟ هي بين 96% وال 100% في 4%، انما طبعا تفقد من قيمتها، بس ما بيصير اذا بدك سعر قيمتها صفر الا ما تنسحب من التداول نهائيا، واللي هو ما اظن هذا الشيء رح يصير بالوقت الحاضر بظل وجود خلينا نقول مقابل الكتله النقديه بالليره اللبنانيه. بعد عندك احتياطي الذهب وعندك ما لا يقل عن 9 مليار دولار، ما يقال 9 مليار دولار بالعملات الاجنبيه. اذا شلنا الذهب على جنب وحكينا بس على الاحتياط يعني المعترف فيه اللي هو 9 مليار، في حال هيدا الرقم اقترب من الصفر او اقترب الى حدود متدنيه، يعني صارت، انا بتذكر صار مره بالتسعينيات لما وصل اعلن حاكم البنك المركزي ميشيل خوري بوقتها بانه انا صار عندي احتياط متدني جدا 500 مليون دولار وبالتالي بطلت قادر اتدخل بالسوق نهائيا، في رقم معين ممكن يوصل له الاحتياط كرمال اعلان انه انا ما بقى بكب ولا دولار بالسوق؟ يعني خليني اقول انه بالوقت الحاضر، يعني نحن قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف المركزي، من الصعب جدا انه يصير في حرق 8 او 9 مليار دولار، انما اذا عم نرجع نحكي عن هالسابقة
اكيد اذا وصلنا لل 500 600 مليون دولار ما بيعود فيه يتدخل، لانه ما بدنا ننسى انه كمان المصرف المركزي عم بيمول حاجات الدوله اللبنانيه. يعني نحن عندنا غير التدخل بسوق القطع، في عندنا تمويل لبعض المؤسسات العامه والوزارات اللي هي بتحتاجه من احتياطي اجنبي لهالمؤسسات هيدي، يعني مصاريف تشغيليه. طيب اذا الولايه تنتهي بتموز وعم تقول الرقم كثير كبير على انه ممكن التخلي عنه او ممكن انه ينضب بشكل سريع، هل تخشى استاذ وليد بانه يتم التدخل برقم كبير جدا؟ عم نحكي مليار مليارين 3 مليار بالرقم المتبقي لاحداث صدمه كبيره في السوق، ربما بترجع الوهم عند جزء كبير من اللبنانيين انه رجعنا يعني إلى حالة جيدة، وبالتالي هذا يمكن يكون تمهيد للتجديد. لك من الممكن أنه قبل أي محطة سياسية كانت مفصلية كان يصير في تدخل، بس برجع بقول لك أصبح المفعول كتير وقته قصير، يعني مؤخرا وقت المصرف لبنان بيعلن للجمهور انه هو رح يبيعهم، رح يشتري منهم ليرات لبنانيه من دون اي سقف ويرجع يعدل عن هالقرار بعد اسبوع. اذا عمليا هيدا بيشير انه مصرف لبنان ما بقى فيه يتدخل مثل ما كان يتدخل قبل، وانا بشك انه يصير في التدخل بقيمة مليار دولار، هذا بيكون نوع من الانتحار. ليه انتحار أو التضحية بما تبقى من أموال المودعين تقصد؟ بالطبع، وهيدا إذا نحن فعلا نحن على مبلغ 9 مليار عم نحكي أما 10 مليار، لأنه بعدنا بالوقت الحاضر كانت وعدتنا الحكومة أنه يصير في بداية تدقيق بما تبقى من أموال أو احتياطي بالعملات الأجنبية، وهذا الرقم بعد ما ظهر كان على أساس بيظهر بأظن تموز 2022 وما صار في عنا شيء، وأكيد التدقيق الجنائي بنعرف أنه بعد كمان ما وصلنا لأي نتيجة، وحتى التدقيق بأصول المصارف بحسب الاتفاق هيدا بعد ما بلشنا فيها بعد ما ابتدينا فيها. في معلومات انحكيت انه ربطا بالإجراء الأخير اللي عمله مصرف لبنان انه احد اسباب الفشل بلجم سعر صرف الدولار هو انه عدد من المصارف او جزء منها كان عم يتعامل مع يعني ايداعات اللبنانيين بالليرة اللبنانية اللي عم بيشتروا دولار على صيرفة كانت تستخدم لشراء من السوق، وهذا اللي أحدث الخلل. في شي معلومات عندك حول هذا يعني في حال صار هذا الشيء؟ يعني صراحة ما عندي معلومات، بس أنا مثل ما سمعت يعني إنه ما كان في شفافية بالتعاطي مع إذا بدك الشراء هالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إذا فعليا كانت هيدي للمودعين أما للمحظيين أما للمحسوبيات. كمان هون هيدي عدم الشفافية عم بيأدي كل مرة ليدفع ثمنه المواطن والمودع. الخبير المالي والاقتصادي وليد بن سليمان، أنا بدي أشتغل على هذه الحلقة وعلى هذه المعلومات، إن شاء الله توصل بالسلامة، وطبعا سيكون لنا لقاء آخر. شكرا جزيلا، وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا بيروت. الشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.